على الموبايل، حرف مونتاج على الموبايل وعلى الكمبيوتر، ومواقع، مواقع الانترنت اللي فيها نحصل الجرافيك اللي نضيفه على الفيديو، ومواقع اللي نشتري منها الحقوق الالحان، بنتعلم اعدادات الفيديو. اول مثال كات اون اكشن. الكات اون اكشن كات تسويه في وقت الحركه، يعني عندك جسم متحرك في اللقطه تسوي كات في وقت الاكشن نفسه. فناخذ مثال هنا لقطه ثانيه بنشوف الاكشن فيها اللي يستوي. زين نشوف مره ثانيه هاي لقطتين، نشوف كيف انتقلنا. يعني كت بين اللقطتين بس كان طبيعي ما لاحظنا عليه، ليش؟ لانه كان في وقت الحركه وانا احرك ايدي سويت كت. زين هل كت تصوير اللقطتين كانوا بكاميرا واحده، استخدمنا كاميرا واحده. اذا ركزنا على اللقطه نفسها بنشوف اول بدايه الفيديو انا ماسك البوكس اللي بسوي عليه ريفيو ابهامي فوق البوكس، اللقطه الثانيه لا الابهام تحت. نعيد الفيديو ونشوفه. هل كانت كاميرا واحده كانت على اليمين صورنا اللقطه وانا احرك البوكس والكاميرا اللي على اليمين تصور، فحطيت البوكس في المكان بنفس الكاميرا جبتها فوق وصورت لقطة ثانية وجبت البوكس وحطيته مرة ثانية وسويت كت بين اللقطتين هاي ودمجتهم في بعض، هل كت يعتبر كت اون اكشن؟ انت سويت كت ونقلت اللقطة في وقت الاكشن. نشوف هنا مشى كان في كت في وقت الاكشن. نشوف كت ثاني اللي هو الاوديو كات والجي كات. هني فيديو طويل شويه بس اباكم تركزون كيف الكات مع الصوت، كيف قص الفيديو يكون مع الصوت. خلكم ويانا. وايد سريع فما تراجع الاشياء اللي استوت. الاشياء اللي استوت ان اللقطات كنت ابدلها في نفس الوقت اللي يتغير فيه اللحن، فهذا اوديو كات. تغير اللقطه في نفس الوقت اللي هو فيه لحن، يتغير اللحن فيه. مالي بنتعلم جي كات. الجي كات انك تهيئ المشاهد للكات، بيكون في كات بيكون في لقطه ثانيه في الفيديو، فانت كيف تهيئ المشاهد ها ان في انتقاله في نقله في الفيديو، هذا هو يسمونه الجي كات. بنشوف هنا مثال انتبهوا على بدايه الفيديو بتسمعون اللحن بدا قبل المشهد. سمعنا اللحن؟ لاحظتوا اللحن؟ اللحن بدا قبل لا تتغير الصوره، هذا يسمونه الجي كات. الجي كات انك انت تهيئ المشاهد ان في لقطه جايه قبل لا تغير اللقطه، تبدا باللحن قبل اللقطه. بدات اللقطه. لاحظنا؟ لا روح افصل الصوت ما يشتغل والهواء.
شوف بعدين لقيت again لحن بعدين اللقطة. لاحظتوا كلكم هذا يسمونه الجيكوس. احنا نحاول دائما في الفيديوهات ان احنا نضيف تأثيرات، ليش؟ عشان نخلي المشاهد يتم يشوف الفيديو، ما يعني نحاول انتباهه كامل على الفيديو. كيف نخلي انتباهه؟ بإضافة تأثيرات، تأثيرات يا اما صوتية يا اما بصرية. اذا كملنا في هالفيديو بنشوف فيه تأثيرات بصرية بالجرافيك. نشوف الجرافيك هني بقدم شوية. هاي تأثيرات بصرية، وين نقدر نحصل نيب هاي التأثيرات؟ فالدورة بنتعلم وين نيب هالتأثيرات، وين نيب الألحان، وكيف نحصل على حقوقها كاملة، يعني حتى لو بنبيع الفيديو عندنا حقوق التأثيرات وعندنا حقوق الألحان. زين. بنتكلم شوي عن اللوج. شو اللوج؟ الحين يوم نصور صور فوتوغرافية في جي بي جي وفي رو، نقدر نعدل الصور الفوتوغرافيه على اللايت روم، صح؟ اي حد يصور فوتوغرافي يعدل تقريبا صوره على اللايت روم. في الفيديو في ايضا صيغ تقدر تعدلهم، تقدر تغير الالوان، تخفف على الاضاءه، مثل الصوره بالضبط، وهو يسمونه اللوج بروفايل. اذا ندخل على الكاميرات الفيديو نختار كلر بروفايل نحصل لوج. اللوج يكون باهت بهالطريقه. يوم تيجي تحط الكلر بروفايل لوج يكون باهت. تيجي تفتحها على برامج التعديل المونتاج تقدر تعدل وتغير الالوان مثل الصوره تماما. كانك مسوي يعني تعديل صوره مش فقط فيديو. نشوف هني مثال. هاي لقطة لوج ونشوف بعد التعديل. هذا التعديل اللي سويناه ببرنامج المونتاج. من يعرف برامج المونتاج؟ اللي يعرف برامج المونتاج هذا التعديل بأي برنامج؟ بريمير. هذا على الموبايل. هذا احنا وصلنا الحين التقنية وصلت ان نقدر نسوي تعديل الفيديو اللوج على الموبايل. فانا انصحكم دائما يوم بتصورون فيديو حاولوا تدشون كلر بروفايل، تشوفون كلر بروفايل في الكاميرا وغيروا، حطوا له لوج. اللوج باهت بس تقدر تعدله عقب على راحتك. واللوج الميزه فيه وايد كاميرات تدعم اللوج، مثل جو برو فيها لوج كلر بروفايل، دي جي اي 2 مافيك 2 برو فيها لوج كلر بروفايل ويسمونه فلات، يسمونه فلات كلر بروفايل. كانون سي 70 نفس اللي عندنا هني، هذه تصور كل الريزولوشن لوج. ار 5 كانون ار 5 تصور لوج. فاللوج كلر بروفايل قابل للتعديل. حلو؟ فاهمين؟ في حد عنده سؤال؟ قول لي كاميرات البرو؟ ايه كاميرات بروفيشنال؟ كروب سنسر. ايه يعني ممكن اقرب واحده نصور بالطريقه العمليه تعطي نتائج لهاي اللوك؟ للوك تقصد صح؟ سوني. الاخ يسال اذا في كاميرات تعرفها تصور لوك. تقريبا كل كاميرات سوني تصور لوك. تقريبا كلهم يصورون لوك الحديثه منهم. وكانون تقريبا كل الكاميرات الحديثه الميررلس يصورون لوك. فانا اقصد لك هني ان حتى الجو برو تصور فلات كلر بروفايل. فها خيار متاح لك في كل الكاميرات تقريبا. في كاميرات تصور رو فيديو
لكن رو فيديو مشكلته ان حجمه كبير ويحتاج ميموري كبير ويحتاج كمبيوتر بسعه كبيره وكاميرا خاصه فيه. لكن اللوج بتحصله في كل الكاميرات تقريبا الحديثه منهم. بنتكلم شوي عن معدات التصوير. طبعا قلنا التأثيرات في الفيديو يا اما تكون تأثيرات صوتيه يا اما بصريه. في منها عندنا الفيديو اكويبمنت معدات التصوير هي تأثيرات ايضا تضيف لنا حركه في الفيديو. فشيء جدا مهم انكم تضيفون معدات مثل السلايدر. بنشوف هني مثال. نشوف الفيديو هذا يا بعض. شو مستخدم انا في هالفيديو؟ سلايدر. في شيء ثاني استخدمته بعد؟ ما في. في اضاءه. اضاءه مهمه في التصوير ما بس في الفيديو حتى الصور الفوتوغرافيه. بس استخدمت بالاضافه الى الكاميرا استخدمت سلايدر. السلايدر كم قيمته؟ كم سعر السلايدر؟ حد يعرف كم سعره تقريبا؟ محدود الألف. هذا السلايدر ب 140 درهم. فلا تقولوا لي ما بضيف يعني تكلفة السلايدر غالية أنا ما بقدر أضيفها. ب 140 درهم اكتب في أمازون اكتبوا عندكم. أمازون سلايدر 80 سنتيمتر. 80 سنتيمتر في أمازون بتحصلونه قيمته 140 درهم. بيضيف لك يعني إضافة في الفيديو حلوة فيها حركة فيها طريقة أنك أنت تجذب المشاهد. سلايدر هذا هو. هذا هو السلايدر. تمام؟ هذا هو السلايدر. استخدم أنت عاد أنت وأفكارك تقدر تسوي أي حركة تبغاها. حركة يعني بأي طريقة تبغى من اليمين لليسار أمام للخلف. كل ما غيرت في الحركات كل ما أعطيت يعني تأثيرات أفضل في اللقطة. شيء ثاني الإضاءة. الفيديو هاللي شفناه توه في سلايدر وفي إضاءة. إذا نشوفه فوق فهو الإضاءة. اوكي الصوت مو هنا من عندك. تمام فنشوف كيف الإضاءة يعني اعطتنا تأثير جميل في اللقطة. إضاءة جدا مهمة. انا تكلمت في حلقة ويا الأستاذ أديب عن أهمية الإضاءة في اللقطة. إضاءة جدا مهمة سواء في الفوتوغرافي ولا في الفيديو. ركزوا على الصوت. ركزوا آسف على الإضاءة. زين يمكن لان الصوت كان قبل ما بواضح فبنرد ناخذ فكره سريعه. تكلمنا اول شيء عن الكات ونشوف مثال هنا كيف سوينا كات على الاكشن. اوكي هاي يسمونه كات اون اكشن. اكتبوا انتم عندكم في اليوتيوب اكتبوا كات 101. ادخل على اليوتيوب واكتب كات 101 بتشوف طرق للكات كثيره ما تخلص. استخدم اي نوع يعجبك في الفيديو اللي بتصوره سواء كات اون اكشن كات جي كات ولا اوديو كات اللي تبغاه. اكتب كات 101 على اليوتيوب. شفنا هني تعلمنا الجي كات في بدايه الفيديو
كيف هيأنا المشاهد ان احنا بننقل الصورة. يبدأ اللحن قبل ما يبدأ تبدأ اللقطة الثانية، فنهيئ المشاهد انه في لقطة. وعقب تكلمنا عن لوج بروفايل، وان كاميرات الفيديو تقدر تصور فيها رو مثل ما تصور في الكاميرا العادية، تقدر تصور رو ايضا في الفيديو، بس الرو له معداته وله كاميرات الخاصة، فعندنا بديل افضل وهو اللوج. افضل من اي ناحية؟ ان انت بتصور ام بي 4 اول شيء، حجمه اقل، موجود في كل معظم الكاميرات، وتعديله تقدر تعدله على الموبايل بعد، بس ما بشرط كمبيوتر. فاللوج كلر بروفايل، وهذا مثال شفناه على اللوج. في كاميرات يعني عديده قلنا ايضا تعدل اللوج. في احد عنده سؤال عن اللوج او عن الكات، عن الأشياء اللي تكلمنا فيها؟ إيه السلايدر. نشوف الفيديو مرة ثانية اللي عدلناه في هالبرنامج. طبعا اذا تبون دوره في المونتاج في هالبرنامج نتكلم في استاذ اديب بعدين، خصص لنا دوره بس عن المونتاج لان الموضوع جدا طويل. اوديو نكتب ويا بعض انفاتو سلام عليكم. هذا موقع انفاتو، ندخل على الفيديو
ونروح اذا عندنا مثلا نستخدم برنامج فاينل كات او بريمير عندنا فوق هذا الموجود، بس هذا مش حق الموبايل، ها حق كمبيوتر. برنامج فاينل كات والبريمير تدخل على الفيديو هذا الموجود طبي الى رايتر. هذا كل الانيميشن تقدر تشتري جافا. اذا شفنا مثلا هني ممكن نشوف الدراسه عن كيف فوق الارض و450 تايتلز عند القناه اليوتيوب بحط لكم اياها عند القناه اليوتيوب تبط لي فيها الانيميشن اللي حتى سبسكرايب. تشتريها ولا كليك تضغط على طالب مثلا تفتح فاينل كات وتشل اذا كنت تبغى تحطها فوق الفيديو بس بسيط جدا يعني ماي هذا يعني انك تتعلم فيك جاهز والانيميشن كامل جاهز تشله وتحطه على الفيديو وتكتب الكلام اللي انت حاطه سواء بالعربي او بالانجليزي تمام. ما شوفوا غير الالوان في يعني بالمئات قول لي عندك سؤال؟ على الموبايل انا صراحه دورت مع على الفاينل كات وعلى البريمي الفاينل كات برنامج تصوير مراوغ طبعا هو هني اكثر شخص سالني درس على الموبايل. على الموبايل في برامج بس البرامج اللي انا جربتها ما تعطيك الهموم ما تبيع لك الهموم. هذا الموقع يعطيك انت تقدر باكر اذا بتبيع الفيديو تشتري دايسون تقدر تبيع الفيديو اللي سويته هذا. ففي برامج ما في لكن الاضمن اللي انا جربته بالفابوك هذا الموقع. في اوديو يعني مع الحان تسمع الحان في الفيديوهات طبعا عارف وين وين اشتريها نفس الشيء تدخل على الميوزك نختار يعني تفك اللي نبغاه لحن سينماتيك نبغاه لحن هادي هاي الالحان والالحان ترى بعد نفس السعر 20 عدد الجوال على وقع على طريقة
في حد يقولوا لي لا احنا ما نبغى نستخدم لحن، نبغى نستخدم تأثيرات، تأثيرات صوتيه جدا روعه. فتكتب هني في السيرش افكت، بس افكت تكتب كلمه افكت او اوديو افكت يعطيك تأثيرات صوتيه، مثلا سياره توقف مثلا، او اذا شفت لوجو لما يكون في لوجو الشركه ويدب يعطيك صوت لفه هاي صوت كلها تاثيرات تكون اوديو اوكي حلو. الموقع هذا يحصل فيه كل الجرافيك اوديو الحان حلو الموقع عندنا يعني شوي عن الفراغ السلام عليكم، مساء الخير. معكم عبد الرحمن شايف الكلام. شكرا لحضوركم اليوم. صراحه اتكلم بشكل موجز على الاوفرات اللي بس متوفره لاخوي الحضور اليوم. يكون عندنا عرض 15 ل 20% على الار اف سيريز الاسس وعلى الاي اس ار. بس مشان تتمكن وتوصل تحصل على الاوفرات هاي تواصلوا مع الاخ حمدي لنشر الستور ان شاء الله ويعطيكم تفاصيل اضافيه عنه. شكرا جزيلا، استمروا معنا ان شاء الله لاخر السنه بسلسله من الورك توكس مع المحادثه المصوره للعرب. شكرا جزيلا. أنا بتكلم عن هذا الموضوع، شايف؟ محاضرات أنا بتكلم شو يعني هذا؟ بيانات اللي هي في زاوية التلفزيون، كاميرا، أستاذ نديف؟ سألتني عن 29 فريم، شو يعني 29 فريم؟ شباب أكو بعض الحوارات كلها كانت سيدوني، قالوا إنه إحنا ممكن نعرف التفاصيل الفنية لكبر يعني نعرف مثلا الفريم كم او اللقطه كم فريم او طبعا هذه بالنسبه لي لست بضليع او عنيف في هذا الموضوع فيجدون بعض الاساسيات المهمه جدا. هذا اللي يسال في الفاكس مكتوب في 29 فريم او 29 تنفيذ او 29 تنفيذ اسف نفسه اللي هو 30 اف بي اس. شو معنى هذا الكلام؟ احنا بنتكلم عن الاثنين تحت اللي فوق عارفينها ريزولوشن صح؟ في حد ما يعرف؟ كلكم تعرفونها فوق ريزولوشن 4K. في ناس ما تعرف منو؟ ما تعرفين ريزولوشن؟ حجم الصور حجم الصور كم حجمها بالبكسل اوكي؟ فيقول لك 2 ميجا بكسل هو 1920 ب 1080 في 4K وفي 2K وفي Full HD وفي HD حلو؟ لكن اللي تحت عندنا الفريم بير سكند بنتكلم اول شيء في ال 30 30 اف بي اس على فريم بير سكند اطار في كل ثانيه فيوم يكتب لنا 30 فريم بير سكند معناه 30 اطار في كل ثانيه شو يعني؟ بشكل اسهل الفيديو كيف يتصور؟ كاميرا كيف تصور الفيديو؟ تصور صور متتاليه تصور صوره
ورا صوره ورا صوره في الثانيه. فاذا شفنا لي انتبهوا كاميرا الفيديو وانتج تصوير الصوره هاي من الكاميرا او الصوره بعد صوره بعد صوره بعد صوره عددها 30 صوره في الثانيه. فيمكن لنا 30 اف بي اس على 30 صوره في الثانيه. واضح؟ عرفنا ايش يعني 30 اف بي اس يعني 30 اطار في الثانيه 30 صوره في الثانيه. شو ممكن نستفيد منه؟ إذا كان 30 إذا كان 100 هل يعني كم صور شو ممكن نستفيد منه؟ أنت ما شاء الله شاطر فخلي الناس جاوبوا. يرفع إيده أنا عطنا وفاء. وأنت بعد؟ أنت بعد ممكن إحنا نصور بكاميرات أوبشن. ممكن نختار من 60 من 30 نرفع على 60 نرفع على 120. إذا صورنا 60 في موضوع السلو موشن. إذا صورنا 60 أو 100 أو 120 يعني عدد أكثر من الصور في الثانية يومي نسوي له بطل الفيديو يسوي سلو موشن. 30 فريم ما نقدر نسويه. لو نصور 30 بي اس إذا بطلناه يسوي 15 فريم. لعين الإنسان بتشوف الفيديو كفيديو صور كفيديو اذا كانت 30 صور اذا كانت في 30 صوره ثانية الثانية تشوفها انت بعينك تشوفها كفيديو. اذا شفت 10 صور في الثانية بتشوفها صور ما بتشوفها فيديو. حلو؟ فعين الانسان تشوف من 24 تقريبا 2 30 او شوي اكثر على حسب الناس. بس هل اذا نزلنا اقل من ال 30 نزلنا لل 10 بيبين سلايد بيبين صور ما بيبين فيديو. فال 30 فريم اذا كنا بنصور فيديو 30 فريم في السكند نبغى نبطئ عقب ما نبدا نبطئ. ليش بيصير 15 صور في الثانيه؟ يعكس صور في الثانيه الفيديو يقطع. قال اذا لاحظتوا حد صور فيديو بطئ الفيديو بدا يقطع عنده ليش؟ لانه 30 فريم. شو المفروض نسوي؟ المفروض نخليه 60 فريم. ال 60 بنقدر ننزل ل 30 نزلنا مرة. ال 120 فريم بير سكند بنزل ل 60 بنزل ل 30 نزلنا مرتين فيسوي فيديو ابطا وابطا. فيديوهات اللي هي سوبر سلو موشن يصورون 10000 فريم بير سكند. فهمنا الفريم بير سكند. هلا بعد الفريم بير سكند سؤال لو الكاميرا الحين يوم بشوف الكاميرا بنفتح كاميرا الفيديو وبنشوفها 30 فريم. الحين عرفنا صح؟ ننتقل الحين الى شو؟ 80 ميجا بايت بير سكند. هني شو نشوف الفيديو الصور هاي ما ادري اذا واضحه عندكم. هني انا اشد الفيديو ها وحركه هني صوره هني فريم. اذا جمعنا هالصور كملنا لين 30 صوره وجمعناها كيف بيبين؟ شوفها مرة ثانية. بيننا فيديو خلاص 30 فريم بير سكند. هات 30 فريم بير سكند. اوكي؟ يوم تحط الفيديو تحصل هناك 30 فيديو على الموبايل اذا اوكي واضح او لا. يعتمد على الميجا بايت بير سكند. ميجا بايت بير سكند شفنا احنا نصور 30 صورة في الثانية. 30 صورة في الثانية. كم نبغى حجمه؟ هذا الباك بيكسل. اذا قلنا 30 صوره حجمهم 10 ميجا بايت هذا حجم 30 صوره. نقدر نختار 50 نقدر نختار 100 على حسب كل ما زاد الميجا بايت زاد حجم الصور. 30 صوره حجمهم كنقاوه ك يعني وضوح. عرفنا؟ يعني يوم نصور صورة يعني ما هو كم يكون حجمها؟ صغير يمكن 1 MB. كاميرات الترابية اللي يصورون يعطيك يعني 25 صورة له صح؟ هني يقول لك الثانية كم حجم الصور؟ ما زاد كل ما كان حجم الصور أعلى. أوكي؟
لما صار لوج الحين اذا احنا حطينا في الانستغرام حط في الانستغرام مثلا نعدل على الموبايل ويطلع مو اوكي لان اللوج تريد لان اختيار يومين نصور فيديو او يوم منتجناه بعد ما سوينا على الاسبوع لوج تريد لازم نختار هاي ليش؟ الصورة نفسها اللي تصورت هذه الصورة الثانية لكن تستخدم ال 30 صورة الثانية هاي الصورة حجمها مو صغير. لأن حجمها مو صغير ما عنده صورة مو واضحة. حلو؟ شو الطريقة الصحيحة؟ كنت تصور 100 ميجا بايت في السكند. طبعا نريد هناك نرجع عشان توضح. نذكر خلينا ناخذها في جانب السوشيال ميديا وناخذها في جانب الاعلام الصحفي او الرساله الصحفيه. كلنا نتذكر بال 2011 اللي هو الربيع العربي القنوات بدات تنقل الاحداث اول باول عبر الموبايل اللي هو كان الكاميرا الأكثر صوتاً والأعلى صوتاً في العالم. فلذلك كانت تنقل أحداث. ماذا أطلق عليها؟ أطلق عليها صحافة المواطنة. صحافة المواطنة يعني يجي الأستاذ محمد، يجي الأستاذ غي، يجي الأستاذ علي، يجي الأستاذ هاني يصور الجمهور والناس والحديث ايش كانت الاحداث اللي صارت في ليبيا في تونس في مصر في اليمن فنقلت كلها عبر الموبايل. هنالك سؤال استاذ علي، سؤال اغلب الحضور يتواصلون وياي عن طريق الخاص بعد ما سوينا ورشه،
السؤال الخاص احنا نعرف بانه الصوت الاعلى الان بالسوشيال ميديا هو التصوير بالموبايل، مقاطع الفيديو، والله شاف تشكيل بناء فستان جميل جدا صوره، او شاف حركه طبيعيه غير طبيعيه، حتى ان الدوله تنبه انه المقاطع اللي محظور نشرها عليكم ان تنشروها ترسلوها لنا واحنا ننشرها. ليش؟ بها تداعيات قد تكون اجتماعيه، قد تكون امنيه، قد تكون سياسيه، لذلك اكو خطوط حمر، حمر المسموح والممنوع، ما لك وما عليك. السؤال اللي يطرح نفسه السؤال، اغلب الموجودين خلينا نقول اغلب، خلينا نقول بنسبه 50% من الموجودين المقام الكريم اللي موجودين هنا يريدون يعرفون من الاستاذ علي شلون اقدر، انت تكلمنا عليها قبل شويه نقل الفيديو من الانستغرام ويخلي الريزوليوشن وكل هذا، شلون يقدر يصور بالموبايل مثلا مقطع فيديو يقدر يحصل هاي ريزوليوشن وينشره، او شلون يحاول ان يطلع من اللي من اللي الكاميرا 4K اللي هي هاي ريزوليوشن الى الموبايل انستغرام. اعتقد هذا السؤال اللي سالوني يا جماعه، شكرا جزيلا. برامج التعديل زوما فيوجن فاينل كات برو اكس دنمارك ثيرابي بريمير برو للويندوز ودنمارك اللي ما كتب يكتب طريقة
موقع تكلمنا عنه انفاتو، نحصل من الجرافيك، نحصل من الاوديو والاوديو افكت. الحين لو تفتح كاميرا الفيديو تعرف فيها ما كنتم تعرفون شو يعني. لو تفتح كاميرا الفيديو وتفتح الفيديو طلعوا لك هالبيانات خلاص انت عارف. في حد ما يعرف، في حد ما يعرف شو معنى الكلام اللي هنا؟ ايش تقول تعرفون؟ هناك في بيانات ثانيه مثل ريكورد يقول لك ان هي تسوي ريكورد مده الفيديو اللي انا تسجله الوقت وقت الحين الساعة كم؟ وهني إعدادات الكاميرا، أنت كم حاط إعداداتك في الكاميرا؟ هاي ISO 100000 سرعة الظاهرة أفريكا تعطيك بيانات. طورت بالكاميرا؟ عدناه في الموبايل. الحين مرتين نسأل هالسؤال، هل إذا صورت بالكاميرا كاميرا احترافية، صورت بكاميرا احترافية وعدلت بالموبايل بيحترف الفيديو؟ إذا صورت بكاميرا احترافية وعدلت بالموبايل ما يحترف على حسب البرنامج كم بترين صح؟ حجم ايوه على حسب اللي قلناه بترين. على حسب البترين اذا تعدل النظام من عند الموبايل صورت كاميرا احترافيه حطيتها على موبايل لا منك انت بالاكسبورت يعني سويت اكسبورت للفيديو من برنامج المحتاج واخترت بالريت عالي الفيديو بيكون مضاعف. الحجم مالته استاذ على لو تبني انستغرام نفسه مال الموبايل هل في حجم الموبايل؟ اي برنامج الموبايل بعد ما يطلع عليه هذا اللي بيسأل إذا جبت فيديو حجمه 4K حجمه كبير وعدلته على الموبايل ما بيكون حجمه كبير على الموبايل؟ موبايل أفضل آيباد تنزيل مختار سنتمون هذا يقدر يعالج الفيديو أقوى من البي سي يعني تقدر تعدل 8K على الايباد بالكمبيوتر مودرن. خليني اشوفكم كيف قاعد تتطور، يقولون يا قبل تحتاج كمبيوتر جيب 20000 ولا يعني بروسيسور كبير فيه عشان يقدر يعالج الفيديو ايد. الحين قبل ما يديك بروسيسور ام 1 يعدل لك ال 8K وكله بدون رندر يسوي لك على طول. الحين موبايل الموبايل عندنا على حسب البروسيسر الجديد فاضي فاذا انت عم تعدل على الموبايل انا بعدلها على الايباد استخدم الايباد الايباد الجديد تعديل في اقوى من البي سي في اي اسئله؟ حد فاضي شيء؟ ما حد سؤال؟ لان انا جاوبتكم هني ما تقدر تجاوب. هاي
بس تسال هنا عن برنامج الاي موفي، اذا احنا سوينا كت صح حتى الاي موفي بيكون ممتاز. ليش؟ احنا عرفنا متى نسوي كت. نشوف هالفيديو، سوينا كت في وقت الاكشن، في وقت حركه الايد، وانا احرك ايدي سويت كت وضفت اللقطه الثانيه. شوف هني كت وما زال البوكس يتحرك. عرفنا نسوي كت صح؟ يكون عدل على الاي موفي بيكون فيديو. عرفنا نختار الحان في الوقت، عرفنا نغير بين اللقطات مع اللحن، يكون فيديو حلو حتى على الاي موفي. فهمنا؟ قلنا الجي كت، الجي كت هي شخص انه في كاتيا بالصوت. لوج، عرفنا شو اللوج الحين يوم نفتح كاميرا جو برو في فلا بروفايل اللوج لا يعني انها هي صوره باهت تقدر تعدل عليها لاحقا. اوكي انا ما عرفت شو اي حاجه كاميرا الفيديو عرفت شو المفروض اليوم في شيء سؤال هني كورة يعني ما فيها غير بدرة هاي سو فيها كم كم لاي سو وين شاطر شاطر ما في عارف كم لاي سو هني لا أنت بس كم لاي سو هني في الفيديو هذا غير إضاءة إضاءة كم تغيير
سر جمال الصوره. مضبوط؟ سر جمال الصوره. وكل اضاءه انت بعينك مجرد ما تكلم. صح ولا لا؟ وكل ما زادت الاضاءه زادت قدره الكاميرا على فوق. يعني أصف الفيديو أسهل من صور، لأن في الفيديو تبدأش إني وسيت تصور بالذات، تصور عقب أشوف الكاميرا شو مستوى وياك بالذات الفيديو لا، أنت تزيد على النظام وشوف العين كيف النظام تختلف فعليا بالعين قبل التصوير. فهي الإضاءة في سر كمان أي شيء، أي تصوير حتى النظام بعين المدرب في الإضاءة. جهد معناه ان انا لازم اشتري كل الاضاءه يعني ما بقدر اصور لا في اجمل صور في النار اكثر اضاءه يعني اضاءه جدا خاطئه حصلنا اجمل صور طيب اليوم في شباب صوروا يعني المجره ما تشوفها بعينك اضاءه جدا خاطئه لكن فهم مع الشخص وصل لمرحله الى فهم الاضاءه انه هي حتى لو كانت خاطئه انا عارف كيف صورها. اذا انا ابغاها جميله كذا وناعمه تشوفون هني سوفت بوكس موزع الاضاءه على مساحه اكبر. اعطنا اضاءه ناعمه ثم وسعت على مساحه اكبر ثم اخذت اضاءه ناعمه. اعطنا اضاءه ناعمه كذا. فهو الهاي سو على الاضاءه كثير من كل مرة أصور والليت تطلع لي مثل تذبذبات محركة صاروا يبنوا صح لحد وجه ليش؟ ها؟ في علاقة بالشتر وفي علاقة بالفريم الحين هل التيوب ليت مكتوب عليه 45 هرتز ولا 50 هرتز؟ اي شتر ما 50 هرتز مطلوب هو جالس يعطيك اضاءه مثل 50 هرتز تمام؟ فانت اذا تبغى تضبط وافق الكاميرا مع الليت يعني الليت على التيوب اللي نتكلم عنه هاي يعطيك اضاءه 4 ساعة عاليه اذا ما تاخذها انت شوفها ليت بس هو في الواقع كيف يشتغل؟ بس يشتغل ويبان الواقع سريع جدا سريع. طيب هي الشتر سبيد انه يكون هو شو رايك في السؤال؟ الكاميرات العادية الحين تصير كاميرات. تسأل تاخذ كاميرا فيديو ولا كاميرا عادية؟ احيانا يعني التقارير انتقلت ان الكاميرات تكون فايبر، شو يعني فايبر؟ يعني كاميرا تصوير وفيها فيديو. نفس ليوس ار، ليوس ار كاميرا حلوه. ليوس ار 5 اذا لاحظ ثلاثيه فيها تصوير استرافي وفيديو استرافي. هذه الار 5 فيها صور يعني سهل، يعني سهل. السي 4 فيها كاميرا فيديو بس حق يعني حق فيديو فقط. تصور لو وسلو موشن بكل الدرجه. هذا السؤال
عند خمس دقائق هذا هو الاساسي هو اساسي 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 هو ا